ما بين عادل المطيري الهدي وأيضا المواجهة التي سيديرها تميم غازي وأيضا تركي المطيري، من يتواجدون الاستعداد ثم الانطلاق ثم الألي بإشارة من حكم اللقاء الذي سيعلن بعد ثوان قليلة بداية هذه المواجهة من سيصل، والتحفيز الكبير وأيضا التهيئة النفسية كانت حاضرة في هذه المباراة بكل تأكيد من خلال التواجد وأيضا الحضور الجماهيري الذي يتواجد ويزين صالة وزارة صالة نادي الرياض بكل تأكيد من الحضور النسائي والرجال يحضرون من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه البطولة بعد أن استمتعنا منذ يومها الأول التي كانت حاضرة وأيضا الافتتاح الجميل الذي استمر لخمس وسبعين دقيقة في أستاد الملك فهد هنا هذه البطولة المقامة في الرياض. إذن عادل المطيري وعلي البحراني يستعدون ونحن أيضا نستعد. إذا نعم، عادل المطيري ممثل نادي الأهلي وعلي البحراني ممثل نادي الهدي، من سيهدي جماهيره الفوز والتأهل إلى النهائي و نعم نادي الهدى السعودي، وبالتالي أيضا الكل ينتظر والكل يرتقب ونحن أيضا نرتقب، ولكن لا تذهبوا بعيدا فهناك أيضا منافسة على مستوى السيدات التي يتواجدن بقوة في المدرجات في نهائي السيدات الذي سيكون حاضرا ما بين أناهيد خيبري وآية يوسف، وبالتالي نستمر أيضا في هذه اللحظات بانتظار أن يطلق حكم المباراة لانطلاق هذه المواجهة. الآن أتوقع نرى مباراة يعني تختلف عن سابقتها. عادل المطيري من اللاعبين المخضرمين، علي البحراني كذلك. أنا اللاعبين هذول الاثنين أنا شفتهم من صغرهم وأعرف المستوى اللي هم واصلينه، فأتوقع يعني مباراة منافسة عالية عالية جدا. وهنا أيضا نشاهد لي أن الدور نصف النهائي ما بين سعد البقومي وعبد الله المنسف، وشاهدنا كيف تفوق سعد البقومي واستطاع أن يصل إلى النهائي، وأيضا لقطات من هنا وهناك، لكن المواجهة الثانية ستكون أقوى ربما. تكون أقوى وصعبة في التوقع، صعبة في معرفة من الفائز. إن شاء الله نستمتع فيها والجمهور معنا المشاهدين يعني يستمتعون بمباراة جميلة جدا. نعم، وبالتالي الآن الألي يأتي بإشارة من حكم المباراة ونشاهد التقدم ثم الخطوة ثم اللمسة الأولى. نعم، المطيري يتقدم باللمسة الأولى. نعم، يريد أن ينهي الأمور منذ البداية، يريد أن يجمع اللمسات حتى يصل إلى 15 نقطة، هذا ما يريده. لكن البحراني أيضا يحاول أن يعود، والآن لمسة للمسة التعادل، وأنتم لابد أن تكونوا حاضرين متواجدين لأن هذه المنافسة قوية جدا وربما تكون هي أيضا الأقوى في المنافسات.
إذا الآن لمستين للمسة واحدة عادل مرة أخرى يعود أيضا نشاهد التقدم وأيضا نشاهد الحماس الكبير من اللاعبين. كل اللاعبين يعني شفناهم الحين من الأربع لمسات هذه، شفنا التركيز العالي، شفنا السرعة، شفنا الجمل التكتيكية الفنية الجميلة. ما زال الوقت مبكر وراح نشوف الكثير إن شاء الله. نعم، ولكن عادل الآن يتقدم بأربع لمسات للمستين وعودة علي البحراني الذي يعود بشكل سريع، لا يريد أن يكون الفارق كبير، لكن عادل يريد أن يرافق سعد محمد إلى النهائي، لكن هناك أيضا الفيديو نتابع. نعم، اللاعب عادل طلب تحدي، كل لاعب له تحدي، تحديين خلال المباراة، طلب مراجعة الفيديو، الحكم أكد اللمسة، الآن خسر تحدي عادل المطيري، بقى له تحدي واحد فقط. نعم، وبالتالي التشالنج كان حاضرا. إذا خمس لمسات للمستين، وأيضا لاحظوا تابعوا كيف هي اللمسات، وأيضا يحاول اللاعبين العودة إلى اللقاء، وأيضا الوقت يمر، وأيضا الآن الحكم حسب اللمسة على صالح علي البحراني، لأن عادل كان هجم التاب، كان في صد ورد من علي البحراني، حسبت له لمسة. نشوف الحين المستوى قاعد يرتفع شيء فشيء بين اللاعبين. نعم، وأيضا نشاهد الفارق إلى لمسة واحدة فقط، الآن التعادل. نعم، يعود اللاعب عادل المطيري وعدنا وعلي البحراني، والتعادل الآن ما بين، بل التقدم الآن سرعان ما عاد عادل المطيري، حتى الوقت نشاهده وهو هذه طبعا وقت السيبر لا يحسب فيها الوقت، انما يتوقفون عند اللمسه الثامنه، اي لاعب يحقق ثمان لمسات يصير في توقف استراحه دقيقه واحده بعدين يكملون الفتره الثانيه. نعم، في سلاح السيبر السيف العربي، ويقترب بذلك عادل المطيري في هذه اللحظات من الوصول الى اللمسه الثامنه. وهنا نشاهد الآن التعادل، سبع لمسات لسبع لمسات. إذا كان هذه هي البداية، كيف ستكون النهاية في هذا اللقاء؟ من سيصل أولا إلى 15 لمسة؟ نعم، صعب التكهن بالنتيجة، لكن قبل وقت الراحة من نعم عادل المطيري هو من يتقدم الآن بثمان لمسات لسبع لمسات. هنا اللمسة ما كانت لمسة بالسيف، إنما اللاعب خرج خارج الملعب وحسبت عليه، ويجب عليه التركيز أكثر اللاعب، يعني ويحسب لعادل أنه استطاع أن يجمع هذه اللمسة. هنا لاحظوا الإعادة، شاهدنا أيضا خطوة، ثم بعد ذلك شاهدنا التراجع الذي حدث لعلي البحراني، ولكن الآن نشاهد أيضا المدربين وهم يتحدثون مع اللاعبين في هذه اللحظة. يعني كابتن نشاهد قوة كبيرة، إثارة، متعة ما بين اللاعبين. نعم، زي ما توقعنا في البداية من اللاعبين نشوف فيهم، نشوف بينهم تبادل لمسة هنا ولمسة هناك، أو نشوف جمل تكتيكية جميلة جدا في السيبر. وأيضا ننتظر الآن الجولة الأخرى القادمة، ونذكر ثمان لمسات لعادل المطيري، سبع لمسات لعلي البحراني. من يصل إلى النهائي؟ النهائي الحلم، النهائي المنتظر، النهائي المرتقب، الكل يرتقب والكل ينتظر، ونحن ننتظر أيضا بداية هذه الجولة ثمان
لمسات لسبع لمسات الجولة الثانية. وأيضا نشاهد الآن اللمسة التاسعة لعادل المطيري. إذا أيضا على ما يبدو تشالنج الآن يطلب. نعم. علي البحران. نعم علي البحران يطلب التحدي أو تشالنج على الفيديو أساس التحقيق من اللمسة لأن حسبت لعادل المطيري فهو يطلب التحقق منها. بصراحة هذه لمس يعني مباراة تحبس فيها الأنفاس، مباراة تشد أعصاب. يعني نشوف المدربين اثنين كيف وضعهم، كل ما شفناهم في الشاشة نرأف بهم يعني وبحالهم. نعم وهنا أيضا نشاهد هذا التنافس الكبير ما بين اللاعبين، وأيضا نشاهد الفارق البسيط جدا، تسع لمسات لسبع لمسات. وهنا أيضا نشاهد كذلك طبعا هنا الحكم ما حسب اللمسة لأن اللاعب خارج حدود الملعب من أحد الجانبين. نعم وبالتالي تبقى الأمور بتقدم عادل المطيري. وهنا أيضا نشاهد العودة للبحراني علي يعود والفارق أصبح إلى لمسة واحدة. نعم أعتقد بأن الأمور ستحسم. وهنا النظرة خير من ألف كلمة. نعم الصورة واضحة. وهنا أيضا نشاهد عادل يتقدم وعشر لمسات لثمان لمسات وأصبح عادل على بعد فقط خمس لمسات أن يقترب أيضا علي البحراني من التعديل. نعم يعني قاعدين نشوف الريتم يتفق أكثر فأكثر اللاعبين. يعني أنا أشوف في ثبات في لعب عادل المطيري أكثر من علي البحراني. علي البحراني في تذبذب بين لمسة ولمسة يعني التركيز راح ينفع. نعم والآن أيضا نشاهد علي البحراني واللمسة العاشرة في المقابل. نشاهد عادل المطيري 11 لمسة لكن يستمر أيضا اللاعبين من أجل الوصول إلى 15 لمسة. ونشاهد التقدم أيضا الخطوات وأيضا اللمسات من هنا وهناك. والآن أيضا التعادل بل عادل يتقدم. نعم. حسب الشاشة الإلكترونية وقد هنا 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 نشاهد اللقطة هنا هذه اللقطة وبالتالي اللمسة أيضا احتسبت الآن ولم يطلب علي البحراني العودة إلى التشالنج. لكن أيضا نشاهد الآن الفيديو ما هو القرار، إما التعادل لعلي البحراني أو تقدم عادل المطيري، ما هو القرار النهائي؟ قد نشاهد التعادل. قد نشاهد التعادل. نعم. والتعادل الآن ما بين اللاعبين. إذا 11 لمسة ل 11 لمسة والتنافس الكبير 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 المستمر. ونحن في الجولة الثانية والآن نشاهد أيضا في هذه اللحظات عودة عادل المطيري للتقدم. يتقدم مرة أخرى. نعم. وبالتالي ما زال عادل يحتفظ بتركيزه. علي البحراني يتذبذب وأنا شفنا لمسة مستوى عالي ويرجع ويتردد. وهنا نشاهد علي البحراني وهو يتقدم الآن يتقدم لكن قبل ذلك ننتظر عودة عادل المطيري وأيضا ننتظر القرار النهائي الذي سيكون حاضرا. النتيجة ما زالت مسجلة ب 12 لمسة لكل اللاعبين. هنا تقديري الحكم لأن اللاعب اختل توازنه ووقع راح يراجعون الفيديو أكثر من مرة وراح يقرر الحكم. طبعا القرار الحكم هنا كان تحسب اللمسة وتلغى نهائيا. ونتمنى السلامة لي
اللاعب عادل المطيري. وهنا نشاهد الجماهير وربما تتساءل من الأقرب للفوز، هل علي البحراني الواضح في الصورة أم عادل المطيري الذي نتمنى له السلامة وأن يعود وأن يكمل. ولاحظوا هذه الصورة المعبرة والمدرب الذي ينتظر بكل تأكيد، ينتظر الفرحة الكبيرة، وهنا في الجانب الآخر أيضا قلق كبير. وبالتالي الآن التعادل، نعم التعادل، 12 لمسة ل 12 لمسة، آخر ثلاث لمسات، من يحسب الأمور الآن؟ طبعا الحكم ألغى اللمسة الأخيرة، ما حسبها لأن اللاعب كان في لحظة اختلال توازن أو سقوط. هذه اللحظات اللي يعني قانون ينظر لها أنها يعني صعب اللاعب يصد ويتحكم فيها. وهنا أيضا نشاهد هذا التقدم هذه المرة، نعم لعادل المطيري الذي يعود، نعم يعود عادل المطيري ويسجل بذلك لمسة جديدة واللمسة رقم 13. عادل المطيري الآن هو من يضيف، وأيضا هنا على ما يبدو أيضا الفيديو، ماذا هناك، ما هو القرار؟ نعم مباراة تحبس الأنفاس ومن الصعب التكهن بالنتيجة، لكن التقدم لعادل المطيري تعادل، والآن التعادل، التعادل 13-13، لكن الأجواء في المدرجات يا لها من أجواء جميلة جدا في المدرجات، لكن هنا المباراة هي الأجمل وهذا المستوى الرائع جدا. نعم نستطيع أن نقول بأنها مباراة أشبه بالنهائي ما بين عادل المطيري وعلي البحراني، وعادل المطيري يقترب وبالتالي التعادل الآن، التعادل الآن، نعم 14 لمسة ل 14 لمسة. مباراة يعني شد أعصاب صراحة، مباراة الواحد مستمتع فيها، المستويات ترتفع وتنخفض، قاعد نشوف تعادل، يعني اللعب على لمسة واحدة، الله يعيننا ويعين الجمهور. نعم ونحن في انتظار اللمسة الأخيرة واللمسة رقم 15 لمن؟ لعادل أم لعلي البحراني؟ ولكن القرار، هناك قرار سيكون حاضرا الآن، والأقرب لمن؟ لمن؟ نعم الفرحة الكبيرة التي تحضر الآن، وبالتالي نعم فرحة كبيرة وتشجيع، وبالتالي القرار النهائي ننتظر اللجنة التي ستقول ربما علي البحراني هو الأقرب، علي البحراني أم عادل المطيري. لحظات حبس الأنفاس، الكل ينتظر تقنية الفيديو تشالنج من أجل حسم الأمور والوصول إلى النهائي، الوصول إلى النهائي لمن؟ نحن في انتظار ذلك، نحن من المرتقبين، نحن من المنتظرين، والفرحة الكبيرة التي تأتي الآن، علي سعيد البحراني هو السعيد، وهو من يصل إلى النهائي لمرافقة سعد محمد. إذن الآن الأمور تحسم، وأيضا الميدالية الذهبية ستكون محصورة وحاضرة. إذن علي سعيد البحراني والتفاعل